الرحمن الرحيم. How are you everyone? Are you ready to study and understand the present continuous with me? Yes, present continuous. مضارع مستمر. Now, الآن. In progressive tense, في الزمن المستمر. في الزمان المستمر. At the moment of speaking, في لحظة الكلام. We have affirmative form. الصيغة المثبتة للبريزنت كونتينيوس is or am. تذكروا أخذنا بالمضارع البسيط is or am زائد أي شيء ما عدا الفعل. هون is or am زائد الفعل اللي بدنا نضطر وضعه بالاي ان جي. is بلس فيرب اي ان جي اللي هو فعل اي ان جي. ار بلس فيرب اي ان جي اند ام بلس فيرب اي ان جي. نعرف علاقة الإز بالسبجكت أو بالفاعل with he, she, it and singular nouns. الآر علاقتها بالفاعل with the, you, we والأسماء الجمع plural nouns. علاقة الآن بالفاعل just with I. Exclusive. We have is plus ing, are plus ing, am plus ing, the present continuous. الإز with singular, are with the plural, الآن just with I. We have the negative form. الصيغة المنفية just we add not, is not, are not, am not هينا نفيناها. الانترجاتيف فورم السؤال بس يتم وضع الفعل المساعد قبل الفاعل ليصبح معناه هل ويعطي الفورم تبع السؤال، يعطي الشكل تبع السؤال انه بالسؤال المساعد before the subject قبل الفاعل. هاي الافيرماتيف فورم is, are, am مع الاي ان جي. النيجاتيف المنفي إلها is not, are not, am not. السؤال اللي إلها is قبل الفاعل, are قبل الفاعل, am قبل الفاعل. Okay? Like what he is playing. Like what they are playing. Like what I am playing. Yes. More explanation. شرح أكتر. Negative form he, she, it isn't playing. Isn't playing. They, you, we aren't playing. هاي negative form. الصيغة المنفية. We add not. I am not playing. Not. بقدر أكتبها. Not بالابريفيشن بالاختصار أو باللونج فورم اللي إلها. في ناس كتير الغلطة اللي كتير الكومون يعني. Common mistake. الخطأ الشائع إنهم يكتبوها هيك. Without comma, without O. It's wrong. Wrong. Yes. إذن the negative form is not or not am not. Yes. We have the interrogative form صيغة السؤال or the question form or when I want to ask لما بدي أسأل ask yes just I put is before the subject. Is he playing? Is she playing? Is a cat playing? Is قبل الفاعل or قبل الفاعل am قبل الفاعل are they playing? Am I playing? أسأل بوضع المساعد قبل الفاعل. سهل؟ Yes. Yes. He is swimming. He is swimming. Affirmative. مثبت. النفي منها. أو النيجيشن. أو النيجاتيف فورم. He isn't swimming. He is swimming. He isn't swimming. The question. أو الانتروجاتيف فورم. Is he swimming? Is he swimming? من العائلة اللي ساعدتنا بتكوين المضارع المستمر؟ verbs to be من العائلات المساعدة عائلة البي. مرت معنا بالمضارع البسيط is و are و am زائد أي شيء ما عدا الفعل كانت مضارع بسيط. هلأ بدنا أخذناها بالمضارع المستمر is و are و am زائد فعل زائد ing اللي رح نحتاجه من العائلة هاي من بس الحالة المضارعة الباست والباست بيرفكت ما رح نحتاجه. Is و are و am اللي احتجناه. نتعرف على العائلة كلها. Is was been. Are were been. Am was been. مين اللي ساعدتنا بالمضارع المستمر؟ Is و are و am. Plus ing اللي نفيناها بوضع النط على المساعد وسألنا عنها بوضع المساعد قبل الفعل. Okay. هاي الصيغة مضارع المستمر اللي كانت زائد أي شيء ما عدا الفعل. اسم أو صفة أو جار ومجرور. وهاي صيغة المستمر. هاي عائلة البي. Nice. Yes. Well. طبعاً
نستعمل المضارع المستمر في الانديكيتورز، مفاتيح أو مؤشرات. متى أستعمل المضارع المستمر؟ At the moment of speaking، أو بدي أعمل correction للفعل. لو في الجملة now معناها present continuous، الزمن رح يكون، أو correction اللي إله is و are و am مع ing الآن. Nowadays present continuous. These days هذه الأيام present continuous. This plus time هذا الوقت. This day, this month, this week. Any time. These days, these weeks, these years. These plus any time. These days هذه الأيام. At the moment في هذه اللحظة. Present continuous. Okay. Today اليوم present continuous. لو كانت every day مضارع بسيط. لو كانت last day ماضي بسيط. لو كانت today اليوم، today يعني زيها زي this day present continuous. لو كانت every night كانت repeated activity simple present. لو كانت every night، لو كانت last night كانت simple past. أما tonight present continuous. tonight يعني كأنها this night present continuous. مفاتيح indicators إيش؟ الإش أمر، be careful أمر، be quiet أمر، احذر اهدأ أو كن هادئ، الهري أسرع أمر. كل الأوامر simple present حالة أولى مجردة، بس إذا بتيجي الجملة وراهم، الجملة اللي وراهم بتيجي مضارع مستمر. الأمر بحد ذاته simple present. be careful، be quiet، هري أسرع، wait انتظر، don't do something، ما تعمل شغل، please من فضلك اعمل الشغلة. present simple الامبراتيف، بس الجملة اللي بعده present continuous. look under simple present بالinfinitive form. look out انتبه او احذر، انتبه او احذر. look out انتبه او احذر. الاوامر نفسها تيجي simple present، اجت الجملة بعدها تكون الجملة اللي بعدها present continuous. we have إيش؟ اسكت. مثلا we are studying، احنا بندرس for our exam لامتحاننا. إيش؟ my baby is sleeping. okay. be careful احذر. the car is coming quickly or fast. نفس الأمر simple present بالinfinitive form، اجت جملة بعده بتيجي بالpresent continuous. اذا بنعتبرهم من الindicators او من مفاتيح simple present. اوكي present continuous نعتبرهم من مفاتيح present continuous. الامر بحد ذاته simple present اللي هو بالimperative form، simple present بالinfinitive form، imperative and infinitive form. اجت جملة بعده بتيجي present continuous. like what؟ look out انتبه أو أحذر. look انظر، انظر. I am drawing أنا أرسم. look I am drawing الجملة اللي بعده بتيجي present continuous. now correct the verb صحح الفعل between practice. he طلع وين الكي، وين المفتاح أو الانديكيتور now، لأنه موجود now بدي أعرف إنه رح يجي الشكل هنا is و are و am زائد ing. يلا what is your answer، شو إجابتك؟ Yes. Now present continuous. الإجابة رح تكون He is studying. مع ال he والshe والit is زائد الفعل ing. ليه حليناها على أساس المضارع المستمر؟ بسبب وجود الناو اللي هي المفتاح الحل. we have here سلمى not study at the moment. where is the key؟ وين المفتاح؟ at the moment. وين المفتاح؟ at the moment. معناها الحل رح يطلع عنا is و are و am plus ing. مع سلمى is studying، وبدنا ننفيها isn't studying. وجود النط بين الأقواس بيحكي لنا after answering بعد ما تحله negate info isn't studying، لأنه سلمى اسم مفرد عبارة عن شيء
عبارة عن إيه؟ she even إذا الحل عندنا isn't studying. Here the next one we have your cat عبارة عن it. Your cat عبارة عن it أو singular noun اسم مفرد. Where is the key now? Where is the key now? لما يكون في فراغ قبل الفاعل وفي الكويستشن مارك علامة السؤال بدنا نعمل الانتروجاتيف فورم مع الكات از بلس اي ان جي. بس وين الاز بدها تيجي؟ قبل الفاعل لانه سؤال. Is your cat sleeping؟ هل قطتك نائمة؟ Okay, sleep, slept, slept. Yes. We have look. هاي الأمر اللي جاي ورا جملة present continuous. انظر. We draw يرسم. Is, are, am, زائد ing مع ال we are. مع ال we are drawing. وين المفتاح؟ Look. Are drawing. Are drawing. Okay. ليه اخترنا ال are according to we, they, you are plus ing. Here, let's move to this question. Correct the verb, صحح الفعل. Where is the indicator now? Where is the indicator now? Is, are, am plus ing with you are. سؤال ليه؟ لأنه في سبيس قبل الفاعل وصيغة السؤال الأكزيلوري بيفور the subject are plus ing. Are you studying? Are you studying? Yes. سهل؟ Yes. Here we have I. Where is the key now? طبعا ما ينطبق على الناو ينطبق على كل مفاتيح او indicators present continuous. بنحل is, are, am plus ing. I am playing. هون بدنا النيجاتيف فورم. وجود النط اللي بين الاقواس بتحكينا make it in a negative form. اعملها بالصيغة ايش؟ المنفية. I am playing بالنيجاتيف. I am not playing. Okay. I'm not playing. Okay. على فكرة في أفعال مروا معنا ما بحب أي فعل تسقطوه، بدي إياكم تحفظوهم كلهم إملائيًا إذا ما درستوهم على الفاضي. Play يلعب، played played، study يدرس، studied studied. بالبريزنت كونتينيوس ما احتجت الماضي والماضي التام، بس أنا بحاجة إني أكون درسيتهم well بشكل جيد. Play played played، study يدرس، studied studied، draw يرسم، درو درون، sleep ينام، slept slept. easy. إذا المضارع المستمر is, are, am plus ing. is, are, am plus ing. النيجاتيف فورم isn't. aren't. am not. السؤال المساعد قبل الفعل في إله indicators. يلا نراجع أنا وياكم ال indicators. now nowadays these days this plus time these plus time at the moment. نحفظهم منيح. today tonight. كل الأوامر اللي بتيجي بالسيمبل بريزنت، الجملة اللي بعدهم بريزنت كونتينيوس. look look out. شفتوا هن كيف طريقة الحل والأفعال لازم نحفظهم. thank you for your listening.